مع توقف عدد كبير من المخابز بسبب القصف الإسرائيلي لها أو بسبب شح الوقود ونفاذه بشكل كامل أو نفاذ الدقيق. وجد المواطن ياسين حنادق فكرة جديدة في صناعة أفران من الطين لإعالة أسرته وأيضاً لمساعدة الناس في إيجاد وسيلة لصنع الخبز وأي من الطعام. فبسبب الحرب، سبب انقطاع التيار الكهربائي وقلة المخابز، فأجت فراس الفكرة هذه إنه إحنا بنسوي بنطهي عليها الأكل والشرب وبنعمل للأطفال الأكل والشرب. وهذه الفكرة أنا هويها من زمان. هذا الفنون يعني الحمد لله انه بيجوا الناس عندنا بيخبزوا، يعني بيجوا عندنا من قله امكانيات الغاز اللي بنقدر نسردها، وبس مره نقص امكانيات في اللي هو الطحين اللي كان نروى اللي المفروض توزع. احنا كان استلامنا قبل الحرب نفس اليوم، الحرب يوم 7 اكتوبر كان المفروض نستلم الطحين وما استلمناش.